دكتور ايهاب ناميه. نجاوب. السؤال التاني، السؤال التاني، الام الجميله اللي بتتكلم ان هي ابنها حست او شافت انه بيحط ايده على الاعضاء التناسليه او اعضاء، وده كان موضوع 3 4 حلقات اللي فاتت بنتكلم ايوه فيه. عايزين نميز ما بين الطبيعي وغير الطبيعي، وما بين الطفل الفاضي والفراغ قدامه فمتاح ان هو يجد فجأة نفسه بيستكشف اي حتة في جسمه، وهو ده وقتها من 3 ل 4 4 ونص، ويمكن اقل شوية، المرحلة اللي اسمها بعض العلماء او منهم فرويد قلنا المرحلة القضيبية، اللي هي الطفل بينشغل شوية، بيشبع نفسه بانه بدل ما يستكشف في ايده وزي يحط ايده على اعضائه الخاصة دي، وهو قاعد على الكمبيوتر، وهو مش قاعد على الكمبيوتر، هي بس الوقت الفاضي يعني مش مركز في حاجه، سرح بس نفسه. فلا عليك في هذه الامور الا ان تترك الطفل ولا تلفت انتباهه، يعني الموضوع جاي عشوائي ومش مقصود منه حاجه، واوكي زي ما قلنا بياخد لذه معينه على قد سنه، وهي دي لذه طبيعيه يعني هياخدها، بس بعد شويه سيتم الاشباع تماما والملل منها والانتقال الى مرحله اخرى، وهكذا الى ان تتم كل الاشباعات النفسيه والانسان يبقى لم بكل بقى شخصيه ناضجه. متى يحدث مشكله؟ عندما انت تركز على تقف تعمل بوز على مرحله معينه وتقول له دي لا او ده غلط او شيل ايدك او تضرب كده، كل من يفعل هذا يلفت هيثبت، انتباهه اكتر. ايوه يلفت انتباهه ويثبت ويعمل فيكسيشن للموضوع ويعززه. فلذلك بنقول هنا الام ما تخافش، هي بقى عزيزه وهي مش واخده بالها، يعني قاعده تقول له الريحه، راحت جابها في صوره السميل الريحه، قالت له لا وريحه مش عارف كوخ ولا اي حاجه كده، فالولد طبعا وبتقارن باخوه، ما تقارنش الولاد ببعضيهم، فالولاد في بعض الولاد كل عندهم واحد اشباعات ليه شكل تختلف، مختلف. كل لو توائم متطابقين فعلا يعني دي كلمتي. فلذلك اللي بنقوله انه رجاء يعني هي اللي تحاول تصرف انتباهها عن اللي بيحصل ده بقدر الامكان، ما تشغليش بالك بده. اللي تقدري تعمليه انك انت تحاولي انك انت يعني تشتتي انتباهه عن الموضوع ده، بحيث انه لان انت كده هو بيعمل، بيقول لك ايده معديه على بقه، معديه على اعضائه، معديه على بطنه، تعدي على تعدي عليه، انت بتيجي تقولي ده ماشي ده ماشي ده ماشي، هنا لا، عارفه لما يكون 3 اوض كده تقول له دي ماشي دي ماشي، الاوضه دي هو بالذات ما عايز تقدرش، انت يستكشف كده الأوضة ايه؟ دي فيها ايه. ايوه بالظبط، جذبت انتباهي اكتر يعني. يعني الاشباعات كما قال العلماء وقلنا في حلقه سابقه، الاطفال بتجرب كل حاجه في اعضاء، في اسمها في عينيها في مناخيرها في ايديها، سيبه يجرب وما انت ما تلفتش انتباهه، انت اللي احنا هنا في الدول بتاعتنا اللي بنحسس الولاد كله الا ده، دي الشجره المسمومه، دي الشجره المحرمه، فبيبدا يجي له كده نوع من انواع الكيوريوسيتي او الفضول، ايه ده بقى؟ لا انا عايز اعرف دي ايه. فرجاء يعني اهدي مامه الحبيبي ده، تهدى خالص وتحاول انها توفر برنامج في اليوم مليء تبقى بالانشطه شغلة التي بتشغله. ايوه تمام. بالظبط.